مسلسل بيمبو احداث الحلقة التانية اللي بتبدأ بلانا بتقوم من النوم وكانت مصدعة جدا بتتكلم مع بيمبو، وطبعا كانت شاربة كتير جدا لانها كانت جاية من الحفلة تقريبا منهارة بعد مقتل سونيا. بتشوف حاجة جاية لها وبتقول اكيد الحاجة دي من مريم لانها هي اللي بتعرف تعمل الاشكال دي، وبتقول لبيمبو. لكن بيمبو بيجيله جابر وبيتخض جدا، بيفكر ان في حرامي، فلما بيخرج بيلاقيه وبيقول انا هسكن معاك، قال له ماشي عشان تبقى ظهري. بالنسبة لسونيا اللي كان ليها لقاء مع اتنين، في ناس كلها عمالة بتقول ممكن تكون انتحرت، واللي بيقول ممكن تكون قتلها السفاح بتاع النت ده، والكل طبعا مش عارف بالظبط، لكن بتسمع لانا سيرة مريم في الموضوع وبتتأكد ان كان ليها علاقة بسونيا. بالنسبة لجابر بيروح مع بيمبو علشان خاطر يجمع الفلوس اللي عليه من الناس اللي اخدوا مخدرات وما دفعوش الفلوس، وطبعا بالقوة وبيزقوا الباب جامد وبيقولوا عايزين فلوسنا ضروري. بالنسبة لرضا، ده صاحب بيمبو وكان ديلر معاه، لكن طبعا بقى زبون وبيهرب منهم لما بيقولوا له عايزين فلوس. بيمبو متضايق جدا فبيطبخ وبيقول لجابر انزل هات كزبرة، لكن هو قاعد في الحمام بيجيله مستر كاش وبيقول ان هو جاب المعلومات عن مريم وانها كانت تعرف واحد اسمه فاروق وكان بيشغلها معاه وبيعملوا افلام يعني فاشلة، وطبعا بيقول انا مش عايز اي حاجة خلاص عرفت كل حاجة. قالوا لا طبعا لازم تديني فلوس، وبيهدده. اما بالنسبة للانا اللي كانت مش عارفة موضوع مريم ده هيخلص عليه وقلقانة عليها جدا، بتتكلم مع بيمبو وتقول له ان الشكل ده انا متأكدة ان مريم بتبعت لي برسالة لانها هي اللي بتعرف بتعمل الاشكال دي وكانت معلمها لي قبل كده. بعد كده بيروحوا علشان خاطر يقابلوا مستر فاروق، وبتروح لانا تتكلم مع صديقتها، بينما بيمبو بيروح هو وجابر علشان يواجهوا فاروق ويقولوا له فين مريم، لكن بينكر معرفته بيها ويقول معرفش عنها حاجة، لكن كان في ناس كان نصب عليهم بيمبو طلعوا يجروا وراه فطبعا هربوا وراحوا للانا اللي قالت لهم لازم نروح النهاردة العزة بتاع سونيا علشان نشوف ممكن نلاقي اي حاجة. فبيروحوا وبتعرفهم على واحد اسمه سليم صديقها، وبتطلع تفتش فوق في أوضة سونيا وبتلاقي اوراق مهمة وبتاخدها. بتعرف ان الشركة كانت بتكسب فلوس وكانوا بيودوها برا البلد، علشان كده بتواجه فاروق وبتقوله انت تعرف ايه عن مريم وانت سبب اختفائها، لكنه بينكر معرفته بيها وبيوري لهم فيديو للمكان اللي كان موجود فيه. شمعدان طلع مع جابر، جابر فتح السبيكر وبيتكلم مع شمعدان وبيسجل اللي بيحصل بين بيمبو ولانا. بعد كده لانا بتتكلم مع بيمبو ان هي بتحب صاحبتها مريم جدا، لكن بيمبو قال لها معلومة خطيرة وهي ان المكان اللي اتحدفت منه سونيا كان وراهم، يعني اكيد واحد من الصورة دي هو اللي قتلها. وده كان ملخص الاحداث الحلقة التانية من مسلسل بيمبو. ما تنسوش تشتركوا في القناة علشان يوصلكم كل جديد. اشوفكم على خير، باي باي.